غالباً بتكون إليسا حديث وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بأخبارها وإطلالاتها وأحدث أعمالها الفنية ومؤخراً الإنسانية والتوعوية، وبتنتشر أخبار كتيرة عنا مثل الفنانين والفنانات وجميع المشاهير، بيكون بعضها دقيق وبعض الآخر زائف وينطوي في خانة الشائعات. واليوم تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنانة إليسا قالوا إنها جديدة، تظهر فيها شفافة أرق وأصغر وكأنها أجرت عملية لإزالة الفيلر منها. وبين مين قال إن الصورة قديمة ومش أحدث ظهور للفنانة اللبنانية، في ناس شككوا بحقيقتها واعتبروا إنه جرى تعديلها عبر فوتوشوب. وبنفس الوقت كتار عبروا عن إعجابهم الكبير بإطلالاتها واعتبروا إنه تبدو أكثر جمال ونعومة، حتى إنه البعض علق مطالباً إليسا بإزالة الفيلر من وجهها بحسب مجلة فوشيا الإماراتية، ونشروا صور قديمة لإلها قبل الخضوع لعمليات تجميل مؤكدين أنها تمتلك جمال بسيط. كذلك رأى بعض المعلقين أن إليسا بالصورة المنتشرة باتت تشبه الفنانة نوال الكويتية، بينما شبهها آخرون بالممثلة السعودية ريم عبد الله. بجميع الأحوال فإنه الفنانة اللبنانية عندها كتير محبين، بيعتبروا إنه جمالها مميز من الداخل والخارج، وبحبوا جرأتها وقوتها وثقتها بنفسها. وتعرضت قبل فترة قصيرة للتنمر بعد نشرة بعض الصور العفوية، إلا إنه بجرأتها وثقتها انتهزت الفرصة لتأكد بمؤتمر صحفي إنها ما بتهتم للتعليقات السلبية المتداولة عبر السوشيال ميديا، ووجهت كلام مؤثر ألهم كتير ممن تعرضوا للتنمر وجرى تداوله عبر السوشيال ميديا بشكل كبير.